ان انا مش عارف يا دكتور حضرتك تقصد مين، بس لا اقصده بالاسماء اولى. مين واجهنا؟ قلنا مين يعني؟ الاخ احمد موسى من سنه ونص طالب الضرب من ابناء سينا كلهم بالنبالب وتهجيرهم وترحيلهم. وعلى فكره، فكره التهجير والترحيل دي من احد اهم متطلبات اسرائيل للاطماع في سينا. عايزاها فاضيه، مش عايزاها بسكان. احنا بقالنا 30 سنه بالنادي يا جماعه. بس ازاي والدوله بتستهدف تعمير سينا؟ ما انا بقول لحضرتك الدوله بتستهدف تعمير سينا. وبالعكس انا اقول لك حاجات تانية، انه قرار جامعه العريش من الحاجات اللي المضيئه في التوقيت. صحيح. ولكن اللي بيحصل على الارض والتوجيه الاعلامي، انا اقول لحضرتك خطوره الكلام ده في الاعلام، ان العسكري البسيط لما بيسمع الكلام ده في الاعلام غير اللي بيسمعه من قياداته، بيبقى مشحون قدام المواطن السيناوي، بيتجاوز في بعض التجاوزات، في بعض سوء المعامله. ليه؟ لانه الاعلام بيحاول يمكن يكون يعني الاعلامي احمد موسى لا غيره كان يعني متحمس، طلعت منه كده. لا لا مش طلعت، لا هو ما اظنش ان هو كان يقصدها. انت على نحو حضرتك عاوز تدافع عنه حضرتك، ممكن اقول لك قال عمل ايه تاني. بس عشان مش ممثل، بس مش يعني مش ممثل. ما هو لما بيهاجم ابناء سينا اي واحد هو ما بيبقوش ممثلين، ومن حقنا احنا نرد. يعني اذا كنت محتاجين ان كل ما ارد على واحد بيهاجم ابناء سينا لازم يبقى قاعد، يبقى هو لازم يكون عنده مهنيه ما يكلمش عن ابناء سينا الا يكونوا قاعدين عشان يعرفوا يردوا عليه.